من لؤلؤة الكنيسة الأنطاكية الأرثوذكسية، أطيب التحيات لكم مشاهدينا وما كنتوا عم تتابعونا عبر تيلي لومير ونورسات بلبنان والعالم. بهالحلقة الخاصة من دير سيدة البلمند البطريركي، كلنا بنعرف مشاهدينا لما لهذا المكان من مكانة روحية عريقة بتاريخ الكنيسة الأنطاكية الأرثوذكسية. هذا المكان هو بمثابة حج ديني إلى العالم كله. الأشخاص والأنظار تشخص إلى هذا الدير في الأيام المقبلة بشهر آب، ونحن على عتبة ونعيش زمن الصوم المبارك، زمن صوم السيدة العذراء. هناك رفات سوف تأتي من الميتيورا إلى البلمند ببركة غبطة أبينا البطريرك يوحنا العاشر، ونحن نعلم لما ترتبط الكنيستين فيما بينهما من علاقات أخوية وكنسية أيضا عبر التاريخ. أهمية هالرفات، كيف منكرم اليوم قديسينا دير سيدة البلمند البطريركية اللي عم بيعيش خلية نحل من النشاطات الروحية الكنسية وحتى الإنمائية، وهذا هو دير سيدة البلمند البطريركي منذ تأسيسه عبر التاريخ ولغاية اليوم. كيف منعيش أيضا كمان زمن الصوم؟ تطلعات رئيس دير سيدة البلمند البطريركي قدس الأرشمندريت جورج يعقوب للمرحلة المقبلة، النشاطات الروحية الكنسية بزمن الصيف أيضا، برغم كل الأزمات ورغم كل التحديات، اليوم نحن عم نقول من معقل الكنيسة الأنطاكية الأرثوذكسية من كنف دير سيدة البلمند البطريركي، كما يقول غبطة أبينا البطريرك يوحنا العاشر: نحن أبناء النور وأبناء القيامة، الخوف والظلمة هن خارجين عن قاموسنا بالكنيسة. رح نتعرف نحن وياكم مع أبونا جورج اليوم عن زمن الصوم، زمن صوم السيد يلي عم نعيشه، كيف نعيش هيدا الزمن يلي بيتطلب منا نحن اليوم العودة إلى التواضع، العودة إلى الذات، الرجوع إلى الله، لأنه نحن بهالزمن القاسي بيلزمنا التعطش والشوق إلى الله. فكيف منعيش هيدا الزمن بالصلوات بالليتورجيا المتبعة؟ وحنتحدث أيضا عن الرفات القادمة إلى لبنان بالرغم من كل التحديات وغيرها من النشاطات وصولا إلى المتحف يلي تم تدشينه أيضا ببركة وحضور أبينا البطريرك يوحنا العاشر. بركتك أبونا جورج، شكرا لاستقبالنا بكنف هالدير العريق يلي منفتخر فيه نحن منتمي له. اهلا وسهلا فيكم ليا، اهلا وسهلا بتيلي لوميير، دير سيدة البلمند البطريركي مثل ما قلتي، هاللؤلؤة الأنطاكية اللي عم تلمع على هالتلة. البلمو، بلمند جاي من كلمة البلمو الكلمة الفرنسية، والنظرية الثانية كمان اللي بتقول الباليامندرا، الكلمة اليونانية اللي بتقول باليامندرا يعني الدير القديم، وهذا يعني أنه دير سيدة البلمند منه ابن مبارح بهذا الشرق، ولكن دير سيدة البلمند هو متجذر في هذا الشرق وشهد وسيشهد ويشهد لحضور المسيحية بهذه البلاد. وإن شاء الله كلنا سوا إيد وحدة تنقدر نعطي هذه الرسالة، أنه نحن مثل ما بيقول سيدنا البطريرك أنه نحن باقون في هذه الأرض ونحن صامدون رغم كل الصعاب. نعم أبونا جورج، كمان صاحب الغبطة بكل رسائله، هلأ كنا عم نستهل هالشي بالمقدمة، دائما بكل خطباته بعظاته بزياراته السلامية وزياراته الرعائية دائما عنده سؤال واضح أنه بيسألونا أنه ما نكون خايفين؟ نعم. ما نكون خايفين؟ بيكون جواب غبطته دائما لا، نحن ما منخاف. نعم. طبيعي، يعني نحن ما منخاف لأنه نحن أبناء الرجاء، وهالرجاء اللي منه حكي، هذا الرجاء اللي مرتبط بعلاقة شخصية مع يسوع المسيح، علاقة شخصية عبر يسوع المسيح مع أمه العذراء والقديسين، اللي يمكن الظروف اللي عاشوها منا أهين من الظروف اللي نحن هلا عم نعيشها. على مر التاريخ مثل ما بنعرف أنه الكنيسة والمسيحيين والبشرية أجمع عاشت ظروف صعبة، ولكن وقت الإنسان بيكون على الرجاء وعلى الإيمان وبجواته في محبة ليسوع بيقدر يتخطى كتير صعوبات، بيقدر يعيش يعني مثل ما هلأ عم نعيش كمان بهذه الفترة عيد التجلي، بيقدر يعيش تجلي وحضور الله بحياته وقت بيكون هو على مثال الرسل القديسين الأوائل اللي كانوا عايشين مع الرب يسوع المسيح، بطرس ويوحنا ويعقوب اللي رافقوا يسوع بالتجلي، هالثلاث أشخاص اللي بيمثلوا بالقديس بطرس الإيمان والثبات في الإيمان الصخر، والقديس يعقوب
الرسول اللي بيمثل الرجاء في الملكوت، في العيش مع الله دائما، والقديس يوحنا الإنجيلي يوحنا الحبيب اللي بيمثل المحبة، المحبة لأنه هو يعبر أنه الله محبة. وقت الإنسان يا ليا بيكون عنده الإيمان والرجاء والمحبة كيف بده يخاف؟ طبعا. وقت هو ثابت بإيمانه وعنده رجاء بإلهه مخلصه يسوع المسيح اللي تجسد واللي قدم كل شيء عمله على الأرض من أجل خلاصه، وقت بيكون عنده هالمحبة نحو يسوع ونحو الكنيسة ونحو الآخر أيضا اللي هو كمان بيكون نوع من العضد لقلنا، يعني نحن نتعاضد مع بعضنا البعض. كل هيدي المقومات تجعل الإنسان بعيد عن الخوف وبتخليه يثبت بهيدي الكلمة كمان اللي سمعوها الرسل على جبل التجلي في لحظة هذا الظهور للنور الغير مخلوق، نور المسيح اللي بشع ودائما يشع للمسكون كلها. قال لهم للتلاميذ لا تخافوا، فكان جواب التلاميذ حسن أن نكون ها هنا، حسن أن نكون بحضور المسيح، واللي بيعيش بحضور المسيح ما بيخاف. وهذه الكنيسة حاضرة دائما مع يسوع، حاضرة دائما بحضور يسوع فيها، فلن تتزعزع. وقت الكنيسة فيها يسوع، يعني يسوع فينا نحن. مين الكنيسة؟ هي هالمؤمنين، المؤمنين اللي بيعيشوا سر الكنيسة عبر عيشهم سر يسوع المسيح، سر حضور يسوع المسيح، وهيك ما بيقعد في خوف، وهيك بيقدروا يمشوا ينطلقوا بهالحياة، بيرسموا إشارة الصليب وبهذه العلامة ننتصر. كل ما واحد يتعرض لخوف بيصلب إيده عوجه، كل ما يتعرض لقلق لفكر من الشرير بيصلب إيده عوجه بيقول عليك أتكل يا رب، المجد لله على كل شيء. وكمان إذا بدي أقول بهذا الزمن في فترة صوم السيدة مثل ما ذكرتي بيقول عليك وضعت كل رجائي يا والدة الإله فاحفظيني تحت ستري وقايتي. نعم، هذا الزمن أبونا جورج شو بيعلمنا؟ زمن الصوم، يعني صوم السيدة هو هالصوم الفرح اللي فيه نحن منكون عم نعيش مع العذراء تهيؤ لأن هي تنتقل بالجسد والروح إلى أبنها وخالقها. العذراء مريم اللي هي مثال في التواضع، مثال في قبول مشيئة الله بحياتها. إذا بدنا نتعلم شيء من صوم السيدة بنتعلم أنه نحن أن نصوم لكي نتواضع، لأنه بالصوم الإنسان بيقتني فضائل، وهذه الفضائل وقت بيقتنيها بالصوم المبارك ما لازم بعد ما يخلص الصوم انه يحطها على جنب، ولكن انه يحتفظ فيها وتكون مسيرة حياته دائما بالفضائل الإلهية. وبعتقد يمكن ما احوج الانسان بهذه الفترة الى فضيلتين، هما التواضع والتسليم لمشيئة الله بحياتنا اللي هن تمتعت فيهم والدة الإله، واستحقت ان تكون والدة الإله بسبب تواضعها وبسبب تسليمها الكامل لمشيئة الله بحياتها. بعتقد هي فترة كتير مهمة انه الانسان يتواضع، لانه التواضع بيعطينا نقاء، بيعطينا هدوء، بيعطينا ان نفهم شو بده يسوع منا. وساعتها اكيد ولا بدون اي شك ساعتها كل شيء بيعكر صفو علاقتنا مع نفسنا ومع الآخر ومع الله بيهمد وبيهمد. ومساعتها ما بي شو ما صار حوالي لا أتزعزع، لأني ثابت بالإيمان مثل ما ذكرت، والرجاء والمحبة عبر عيشي التواضع وعبر عيشي التسليم لمشيئة الله بحياتي. وهيك منكون عم نستفاد من خبرة العيش في فترة هذا الصوم على مثال والدة الإله، هالأم اللي بتحضن العالم كله بتقلن أنه مهما قال لكم فافعلوه. هيك ساعتها منصير نقدر نسمع شو بده الله منا. وقت ما منتواضع وما منعيش هدوء الصوم ما منعود نسمع إلا ضوضاء العالم اللي حوالينا، الصخب وضجيج الناس وأنين والمشاكل هالأزمات اللي عم نعيشها. وقت واحد بيصوم وبيعيش هيك بهدوء بعلاقة حلوة مع يسوع، بعلاقة حلوة مع العذراء، بعلاقة حلوة مع هالقديسين، كل شيء اللي عم بيصير برا بيكون موجود
ولكن بيصير نعرف كيف نحن نعمده نقبله ونحاول نخليه يتجلى ويصير نور نور رغم الظلمة. هاد ظلمة بتصير نور بسبب انه نحن عايشين بهدوء وتواضع ورجاء بيسوع المسيح. ولكن هذا الامر بيتطلب منا نحن كمؤمنين جهاد روحي كتير كبير ابونا، هل هالجهاد الروحي اليوم موجود عنا نحن؟ طبعا الانسان ما في يقعد مثل ما بنقوله يمد جري، بده يكون انسان يسعى يسعى لعيش كلمة الله، وهذا الشيء بيتم على عدة أطر. أول شيء مثل ما قلت نحن هلأ فترة صوم السيدة اللي منصوم الصوم الجسدي، يعني نمتنع عن أكل الزفر. هذا الشيء بيخلينا نهدى، بيخلينا نفكر بالآخر، لأن نحن منصوم كرمال كمان أن نساعد الآخرين، يعني منوفر شيء من الطعام كرمال نساعد الفقير. وقت بتشعري بالآخر بتحسي كيف نعمة الله عم تفعل بحياتك، لأنه عم تطلعي من الأنا من الأنانية، تتخلى عن ذاتنا طبعا. وأيضا لازم نحن كمسيحيين أنه ما ننسى أنه الكلمة الإلهية نخدها من مطالعتنا للكتاب المقدس ولتعاليم الأباء والقديسين، الكتب الروحية الغنية كتير كنيستنا فيها اللي بتخلينا نفهم سر الحياة بالمسيح يسوع. بهالأطر هيدي وقت الإنسان بيعيش حياة روحية حقيقية، بيشارك بالصلوات بالكنيسة، بيتناول جسد ودم الرب، بيكون عايش باستعداد لمناولة جسد ودم الرب، بيسكن يسوع بحياته، بيقرأ بالإنجيل، بيقرأ كتب القديسين، بيصلي قبل ما ينام، كتير بيرتاح. نعم، الصلوات المتبعة بهيدا الزمن شو هي أبونا تنعرف الناس؟ نعم، نحن هلأ بفترة صوم السيدة عادة رتبت الكنيسة إن نقيم صلاة الباراكليسي، الباراكليسي المسمية، وهي صلاة التعزية، باراكليتوس، باراكليتوس المعزي، هي صلاة تضرعية لوالدة الإله، فيها منطلب منا المساعدة والمعاضدة وأن تخلينا ننتصر على التجارب والمحن وتعطينا القوة أن نتقوى روحيا وجسديا ومعنويا بجهادنا بهذه الحياة. ومرت لها تجارب كثيرة قد شملتنا يا والدة الإله فلا تعرضي عن توسلاتنا. قديش مهم أن نحن نستدعي هالأم الحنون اللي ربنا قالنا هو على الصليب، قال له ليوحنا الحبيب هذه أمك، وقال له هذا ابنك، ما هيك؟ وهيك سلم البشرية العذراء مريم كأم. فنحن بهذه الصلوات البركليسي اللي بنعملها كل مساء ليلا مساء يعني، وبنقول هالطالبات وهالتضرعات لوالدة الإله، هي الصلوات اللي بتخلينا نتعزى بحضور والدة الإله الحقيقي الفعلي في هذا العالم، لأنها لا تهمل العالم، ما هيك؟ في ميلادك، في ميلادك حفظت البتولية وصنتها، وفي رقادك ما أهملت العالم وما تركته يا والدة الإله. هي اللي حاضرة دائما مع الناس، واللي هي ترشدنا دائما إلى الرب يسوع المسيح، واللي هو تعزيتنا الأولى والأخيرة. يعني تكريمنا لوالدة الإله يعني قد ما نكرمها من ضل مقصرين، لأنها هي أم النور اللي أعطتنا يسوع اللي قدمته للبشرية خلاص وفداء، ونحن منصلي لها تهي تتشفع فينا أمام المخلص ابنا اللي دائما بيسمع لها، ما هيك؟ نعم أبونا جورج، نحن اليوم بدنا نحكي كمان من الميتيورا للبلماند. نعم. بتحس في علاقة كنسية أخوية تربط الكنيستين اليونانية والأنطاكية الأرثوذكسية. اليوم لبنان عم ينتظر بالرغم من كل شيء، اليوم في خوف وعدم استقرار، بس نحن أقوى من كل هالتحديات، ما منخاف. في رفات القديسين باندا ليمون، يوحنا ذهبي الفم، حاملينهم من هونيك رؤساء أديار، يعني هيدا حدث تاريخي بدها تعيشه يعيشه لبنان والكنيسة الأنطاكية الأرثوذكسية. قدام مهم بداية هيدا الحدث بالرغم من كل الظروف اللي عم نقطع فيها. نعم. في إله رسالة. نحن بدار سيدة البلماند البطريركي ببركة صاحب الغبطة أبينا البطريرك يوحنا العاشر، أردنا بفترة الاحتفال بعيد رقاد والدة الإله، عيد دار سيدة البلماند اللي رح يكون الله راض ليلة 14 ويوم 15 آب، باحتفال صلوات وزياحات بأيقونة سيدة البلماند العجائبية اللي رح نزيحها على التل البلماندية كرمال تحفظ هذه المنطقة كلها سوا وترد عنا إن الله راض كل المخاطر. أردنا أنه يكون في
استقبال لذخائر القديسين يوحنا الذهبي الفم والقديس بندليمون الطبيب الشافي من اليونان من منطقة الميتيورا. منطقة الميتيورا اللي هي منطقة مشهورة جدا في العالم الأرثوذكسي، اللي هي فيها أديار بيسموها الأديار المعلقة، هي أديار مبنية منذ القرن السادس على صخور شاهقة، والوصول إلى هذه الأديار بيصير عبر سلالم حجرية أو عبر سلات من القش، كانوا يطلعوا غراضهم يعني الرهبان على هذه الأديار. منطقة كتير حلوة باليونان، تربط الكنيسة الأنطاكية والكنيسة اليونانية بشكل عام علاقة تاريخية عميقة، ومع مطرانية الميتيورا بشكل خاص كمان بتربط دير سيدة البلمند ودير أديار الميتيورا بشخص المطران ثيوكليتوس ورؤساء الأديار علاقة أخوية عميقة. يعني كان سبق ودعيونا على عدة احتفالات بالأبرشية هونيك بالمنطقة بالأديار بأديار الميتيورا، ونحن هيك حبينا بتواصلنا الدائم معهم أنه ندعيهم على أنهم ييجوا ويجيبوا معهم هالكنزين العظيمين اللي بيحتفظوا فيهم بدير الميتيورا. بدير بالميتيورا حاليا باقي ست أديار. هي المنطقة كان فيها 24 دير، بقي ست أديار بعد تعرفي الزلازل والتغيرات التاريخية والجغرافية، فبقي ست أديار. في دير التجلي هو دير الميتيورا الكبير، دير برلعام مؤسسه اسمه برلعام، دير الثالوث القدوس، دير القديس استيفانوس، ودير القديس بربارة. في ثلاث أديار اللي هني ذكرتهم، أول شيء هني أديار للرجال، ودير القديس استيفانوس والقديس بربارة هني للنساء. بدير برلعام موجودة إيده الشمال للقديس يوحنا الذهبي الفم، واللي هي غير منحلة يعني السجل جلد عليها. نعرف كمان أنه إيده اليمين موجودة بجبل آثوس. وبدير الميتيورا الكبير دير التجلي موجود قطعة كبيرة من جمجمته للقديس بندليمون. فببركة مطران الميتيورا وبعد تواصل مع رؤساء الأديار أرادوا أنهم هن يزوروا دير سيدة البلمان بفترة شهر آب، هذا الشهر اللي نحن منكون السنة فيه عم نعيد لعيد رقاد السيدة، من 22 ل 26 آب لح يكونوا موجودين بدير سيدة البلمان، ولح يجيبوا معهم هودي الزخائر تيكونوا علامة رجاء، علامة قداسة، علامة محبة، علامة سلام للبنان أولا، لهذا الشرق المعذب ثانيا، وعلامة هيك نوع من التضامن والتعاضد مع مسيحيي هذه البلاد، أنهم يكونوا موجودين معنا أولا بشخص، يعني بشخص المتروبوليت ورؤساء الأديار شخصيا لح يحضروا، كمان بزخائر هالقديسين اللي هني علامة حضور النعمة الإلهية، علامة حضور الروح القدس اللي ساكن فيهم، تيشددونا ويقوونا ويقولولنا أنه الله موجود، الله معنا، الله معنا بقدسيه، بحضور قدسيه في هذه الذخائر المقدسة اللي منسجد لها كلنا سوا إكراميا وتكريميا تيكونوا سند وعضد لنا. يعني نتمنى ونترجى وعم نطلب من العذراء مريم إن تسهل حصول هذه الزيارة رغم كل الوضع المكركب حوالينا. شخصيا أنا عندي ثقة أنه هذه الزيارة بنعمة الله سوف تتم، رغم أنه بعض المخاوف من وقوع حرب، ولكن عندي شعور شخصي أنه القديس يوحنا الذهبي الفم والقديس بندليمون عندهم إرادة أنهم يجوا إلى هذا الشرق، نعم، ويكونوا حاضرين في لبنان تيقولوا لنا لنا كلنا سوا أنه يسوع بقديسيه حاضر معنا، لا تخافوا، وإن شاء الله بتصير هذه الزيارة. وهيك صلاتي إلى الرب أنه بنعمة قديسيه وبقوة إيده للقديس يوحنا الذهبي الفم يطرد شبح الحرب وشبح المشاكل عن هذا البلد، وبنعمة القديس بندليمون الطبيب الشافي يبعد كل الأمراض
عن كل الناس، وأولا الأمراض الروحية، يبعد القلق، يبعد الأذى، يبعد الخوف عن قلوب المسيحيين بشكل خاص وعن قلوب اللبنانيين بشكل عام، ويعطينا الصحة جميعا، صحة النفس والجسد، تنقدر نعيش بأمان وطمأنين في أرض القداسة. نعم. بهالبلد اللي منه غريب عن أنه يكون بلد قديسين. كيف منكرم قديسين أبو نجور؟ القديسين منكرمهم بأن نحن أولا نتمثل فيهم، مثل ما قالت نتمثل بإيمان ورجاءهم رغم الصعوبات اللي عيشوها. يعني القديس يوحنا الذهبي الفم عاش أصعب الأوقات يعني، وعاش ظروف كتير صعبة بحياته، والقديس بندليمون تعرض لاضطهاد كتير قوي، ولكن كانوا ثابتين في الإيمان. أول شيء منكرم القديسين وقت نحنا منثبت بالإيمان، نثبت بالرجاء، نثبت بالمحبة. هذا الثبات اللي ما بيكون حكي، بيكون فعلي، بأنه نحنا ما نخاف ونكون دائما محبين لكنيستنا، محبين لمسيحنا، محبين لبعضنا البعض، نشدد بعضنا البعض، منكون عم نعيش شهادة حقيقية انه نحن نتمثل فيهم. هذا اول نوع من التكريم. تاني تكريم طبعا انه نحن منصلي لهم، لانه هني شفعاء امام الرب، منصلي لهم من دون ان نطلب منهم. كتير نحن منغلط ليها بصلاتنا. الصلاة ما لازم تكون صلاة طالبات، لازم تكون صلاة شكرية تمجيدية، وهيك الكنيسة بتعلم. الصلاة هي دائما تمجيد، بعد التمجيد نطلب بخفر من الرب لأنه هو يعرف مكنونات القلوب، وبعدين بنشكره على كل شيء، من جهة كل شيء. أنا اليوم بدي أطلب من الكل أنه نتعلم صلاة القديس يوحنا الذهبي الفم، صلاته اللي كانت مؤلفة من 3-4 كلمات. يوحنا الذهبي الفم هالقديس العظيم، هالمعلم العظيم، هالواعظ العظيم بالكنيسة، كان دائما يليا بس يخلص حيلا عمل يقوم فيه، يرسم إشارة الصليب ويقول هذه الصلاة الصغيرة: المجد لله على كل شيء. قديش هي عميقة هذه الصلاة، إن نشكر الله ونمجده على كل شيء، على كل شيء. ليش أنا بس بدي أنطر الخير تأشكر ربنا؟ ليش بدي أنطر ربنا أنه يعمل معي شيء منيح تأشكره؟ أنا بشكره على كل شيء لأنه هو بيعرف شو المنيح لألي. فنحن القديسين منصلي لهم صلاة تمجيد عبر للرب يسوع طبيعي، ونطلب منهم بخفر بكل تواضع أنه هني بيعرفوا شو المناسب لألنا، وبيتشفعوا للرب، وهني بيرفعوا هذا الدعاء للرب إذا كان لمصلحتنا لخيرنا أن يعطينا إياه الله. وآخر شيء نحن نشكر مثل ما كان القديس يوحنا الذهبي الفم على كل شيء. طبعا ذخائر القديسين نحن منسجد له سجود تكريمي وليس سجود عبادي، مثل ما منسجد الأيقونة. نحن الأيقونة منكرم الأشخاص المصورين فيها تكريم وليس عبادي للمادة. نحن منكرمهم ومنطلب منهم عبر ذخائرهم اللي سكنت فيهم النعمة الإلهية، لأنه الإنسان يتقدس نفسا وجسدا، روحا وجسدا، فذخائرهم سكنت فيها النعمة الإلهية على حسب قول الرب يسوع والقديسين أن أجسادنا هي هيكل للروح القدس. عشان هيك نحن الذخائر منقبلها منبوسها، لأنه نعرف أنه حضور الله بروحه القدوس في هذه الذخائر. تقدسوا هودي الناس لأنهم قدموا حياتهم، قدموا أجسادهم، قدموا دم إيمانا ورجاء ومحبة بيسوع المسيح. تعقيبا على حديثك أبونا جورج، اليوم في كتير من الناس بيعاتبوا ربنا أنه شو عم تبعت لنا مشاكل، أنه شو في عنا أزمات، شو في عنا تحديات. حضرتك ذكرت إذا نشكر ربنا وقدسينا على كل شيء، سواء كان هالشيء إيجابي أو سلبي، لأنه مثل ما قلت وتفضلت أنه هني بيعرفوا شو يلي بيناسبنا. قديش نحن اليوم بحاجة لإعادة ولادة جديدة بالفكر، بطريقة التصرف، بطريقة الإيمان، لأنه الحقيقة بهالموضة العصر كمان مثل ما بيسميها غبطة أبينا البطريرك يوحنا العاشر، أثرت على أفكارنا وأثرت على عقولنا وابتعدنا شوي عن هذا النهج بالتفكير الإيماني. يعني
باختصار هذا الموضوع لازم نعرف كلنا سوا، مثل ما بيقول القديس يعقوب الرسول، أنه الله هو الخير، والله هو مصدر الخير، هو مصدر النور وليس مصدر الشر والظلمة. وما يأتي من شر ومن ظلمة ومن مصاعب ومن مشاكل هي منا من الله، هي منا من الله. اللي عم بيعيشه الإنسان هلأ صنع البشر هو بسبب السقوط، بسبب الخطيئة، وربنا إجا وعطانا الحياة بتجسده بصلبه بقيامته، قضى على الخطيئة. ولكن هل نحن شركاء للرب يسوع المسيح بقيامته، أو دائما عم نفصل نفسنا عن يسوع وعم نروح نكون شركاء للشرير، الشرير اللي موجود اللي هو سقط بسبب كبريائه؟ وهيك الإنسان بسبب ابتعاده دائما عن علاقته مع الله دائما بيعيش أو بيصير الشر موجود بحياته. طبعا نحن ما بنقدر نكون منفصلين عن هذا العالم الشرير، وسوف نعيش بعض الاضطرابات وبعض الأزمات وبعض المشاكل حتى بسبب هذا العالم الشرير اللي نحن عم ناخد بعض النتائج. بس كيف أنا كمسيحي بقدر جابه هذا الشر اللي عم بيجيني من الشرير؟ أني أنا التصق بيسوع المسيح. إذا تعرضت لضربة صغيرة، لنكزة صغيرة، أقدر أنا استوعبها بهالعلاقة الحلوة مع الرب يسوع المسيح. وكل ما بيكون عندي علاقة مع الرب يسوع المسيح، كل ما أنا بقدر أني أنا أتخطى هذه الأزمة. مثل ما هالقديسين، القديسين مثلي ومثلك كانوا، وناس عاشوا بهذا العالم كان في أشرار حواليهم، هني اللي لأنهم هني عندهم علاقة مع الرب يسوع المسيح خلون يعذبون ويضطربوا ويعيشوا الألام والاضطهاد. ولكن كيف كانوا يقدروا يتحملوها؟ أنهم ثبتوا بهذه العلاقة، ما كانوا يتزعزعوا. من يومين بالرسالة تبع يوم الأحد، هلأ أتذكرت هيدي الشغلة حلوة كتير، بيختم بولس الرسول وبيقول باركوا ولا تلعنوا. قديش مهم نحن أن نكون دائما من المباركين، لأننا نبارك أمام حيالله مشكلة، أمام حيالله مشكلة، وسوف نتعرض لكثير من المشاكل. هذه طبيعة الإنسان من بعد السقوط، عاش في الخطيئة ونجاهد لكي نخرج من هذا الجو، ولكن مع كل شيء من وجهه أن نبارك مثل ما كان يبارك القديس يوحنا الذهبي الفم، المجد لله على كل شيء. وشوي شوي أمام التمجيد وأمام أنك أنت أن تثبت بذكر اسم يسوع، تحطم قوة الشيطان وقوة الشر اللي بيكون حواليك واللي عم بتحاول أن تضعفك وتنزلك لتحت. خلينا متمسكين بالرب، إيدنا ليسوع اللي دايما مدد إيده لألنا. أبناء النور كونوا في النور ما زال لكم النور، ما هيك؟ وهيك منتخطى كل المشاكل بدها تصير، بدنا نمرق بأمراض، صلي بيدنا عوجنا. إذا ما شوفينا من المرضى، كتير ناس بيسألوا أنه بيمرضوا وما صحوا ماتوا، ولكن هذا الموت هو للحياة مع المسيح، للحياة مع المسيح. ما نموت لأنه قصاص، لأنه بيقول الرب حكمة سليمان لأنه شاف أنه هذا أفضل لعلاقته مع الله، ما هيك؟ دائما نكون على علاقة حلوة مع يسوع، من ساعتها بنقدر نفهم سر أو ماذا يريد الرب منا بكل الظروف اللي نحن عم نعيشها. وقت أنا ما عندي علاقة كويسة معك، ما بقعد بفهمك، ما بقعد بفهم إيش عم بيصير، ليش أنت بتحكي هيك، ليش عم تتصرفي هيك. حتى بعلاقتنا البشرية بين بعضنا، إيش حال بعلاقتنا مع الله؟ كل ما بيكون عندي علاقة حلوة مع الله بصير بفهم مخططه لخلاصي، وبعيش بسلام داخلي بيني وبين ذاتي، بفهم مخططه لخلاص نفسي، لأنه هو لا يريد إلا خلاصنا، ما بيريد شيء تاني. نعم.
أبونا، هل هناك برنامج معين لوصول الرفات القديسين فقط في لبنان أم في لهم محطة بسوريا؟ نعم، الله راد، الله راد، ورجائنا أنه كل شيء يصير بخير وعافية. تصل زخائر القديسين إلى دار سيدة البلماند يوم الخميس 22 آب الساعة 6 مساء، وسيكون هنالك استقبال على مدخل الدير مع زياح بالزخائر تيدخلوا إلى الكنيسة، ويصير صلاة الشكر بحضور المتروبوليت ثيوكليتوس، متروبوليت الميتيورا، ورؤساء الأديار والأباء. الوفد تقريبا مؤلف من 11 شخص جايين، كهنة وأباء ورهبان. وستوضع زخائر القديسين في كنيسة الدير على مدى 5 أيام، الخميس، جمعة، سبت، أحد وتنين. وسيفتح الدير أبوابه من الساعة 7 صباحا للساعة 8 مساء، كرمال يقدروا كل المؤمنين من كل لبنان يجوا يتبركوا ويزوروا دير سيدة البلماند ويتبركوا من زخائر القديسين يوحنا الذهبي الفم وبنتليمون الشافي. يوم الجمعة صباحا سيكون في قداس إلهي لوداع عيد رقاد السيدة ب 23 آب، من ودع عيد السيدة سيترأسه المطران ثيوكليتوس. يوم الأحد كمان رح يكون في قداس احتفالي كبير برئاسة المتروبوليت كمان ومشاركة الأباء رؤساء الأديار الميتيورا كمان في دار سيدة البلماند. طبعا الصلوات يوميا يوم الجمعة يعني السبت ويوم التنين كمان عندنا قداديس إلهية الصبح لحتم 8 الصلاة السحرية وبعدها القداس الإلهي، ومساء صلاة الغروب الساعة 6. فالدير مفتوح لكلنا نجي ونصلي أمام الذخائر والقديسين ونتضرع للعذراء مريم وللقديسين أنه ربنا يحمينا جميعا ويعطينا الصحة والعافية والقداسة، وأن نثبت نمشي بطريق الرب يسوع المسيح. هذا هون بلبنان. عمليا يوم الثلاثة سوف تنطلق زخائر القديسين إلى دمشق لكي تزور الدار البطريركية وتكون موجودة هونيكي كمان. يوم 27 الشهر مرورا بأبرشية زحلة، رح يكون في وقفة صغيرة بأبرشية زحلة لأنه تعرفي على طريقنا نحن ورايحين، فلح نقاف هونيكي تيتبركوا المؤمنين بكاتدرائية مارن أولى لمدة ساعتين تقريبا، وسيصدر البرنامج من المطرانية يعني. وبعدين بنكمل إلى دمشق حيث ستكون الذخائر في دمشق يوم مساء يوم الثلاثاء ب 27 الشهر. طبعا الوفد عنده لقاء مع صاحب الغبطة البطريرك، لقاءات روحية وكنسية. وتعود الذخائر من سوريا مع رجوع الوفد ب 29 الشهر، وب 30 الشهر إن الله راد صباحا باكرا الآباء سوف يغادرون إلى الميتيورا. نعم، برنامج دسم يعني روحي يعني منه هاي الله صراحة هني يعني بطلب منهم هني مصرارهم مصرين بيقدروا كتير بلادنا سوريا ولبنان، هالشرق اللي خرج قديسين عظماء، هالشرق اللي شهد على حضور الرب يسوع. يعني اش بدنا أحلى من هيك؟ يعني نحنا عنا بركة كتير كبيرة ما منقدرها، انه في هذا الشرق عاش الرب ووالدته، ومنه انطلقت البشارة إلى كل العالم. في أنطاكيا دعي التلاميذ مسيحيين، يعني هذا الاسم الذي لا يعلو عليه اسم، انطلق من بلادنا، من أنطاكيا، من لبنان، من سوريا، من هالبلاد هيدي اللي عاش فيها الرسل وبشروا وسفكوا دمهم وقدموا وضحوا. قديش مهم نحن أن نقدر هذه النعمة الكبيرة اللي عايشين فيها، مثل ما منشوف أنه في ناس حابين يجوا لعنا رغم كل الظروف ورغم كل المشاكل وإصرارهم أنهم يكونوا موجودين، لأنهم بيعرفوا أنه حضورهم كمان يليا هو معاضدة سند روحي تضامن كنسي وطني معنا نحن هون. وإن شاء الله يعني هيك بمجيئهم بتكون علامة للبركة وللسلام وللاستقرار بهذه البلاد التي تتعطش لأن تعيش السلام لأنها تستحق. أنا هون بدي استغل الفرصة أني اتذكر هيدي الجملة اللي بيقولها
المثلث الرحمي البطريرك غناطيوس، واللي بيعيدها وبيكررها سيدنا البطريرك وبيقولها بكتير هيك من العنفوان والمحبة: إذا كان القدر البعض أن يدمر فإن قدرنا أن نبني وأن نبقى. ومشان هيك نحن هون بدار سيدة البلمند نسير على هذا النهج اللي تسلموه أبائنا البطاركة، والذي هلأ عم يعمل فيه صاحب الغبطة أبينا البطريرك يوحنا، أن نكون للبناء للخير، بناء رسالة الإنسان سلام وبناء بناء طبعا الإنسان والبشر والحجر، لأنه كله متكامل مع بعضه. فإن شاء الله نقدر أن نحقق هذه الرسالة في دار سيدة البلمان ومنه إلى كل العالم. شكرا على هذا التوضيح أبونا جورج. هالمحور الثاني من حديثنا عم يشهد البلمند نهضة روحية وإنمائية بشكل متزايد. يعني المرحلة ما بدي أشرح تواضعكم، بس ولكن اللي عم بيتابع، الناس اللي عم بتتابع صفحات مواقع التواصل عم يجوا على الدير، صار فعلا هالدير محج ديني بامتياز. ما هي الخطوات الإنمائية اللي عم تقوموا فيها؟ وشهدنا بالفترة الأخيرة افتتاح متحف، إذا فيك تخبرنا عنه كمان بإسهاب. يعني مثل ما ذكرنا بالبداية، البلمند هو هذه اللؤلؤة الأنطاكية، واحة كبيرة، هذه واحة الأداسة، واحة الحياة الروحية، واحة الصلاة عبر الدير. ولو ما كان دير البلمند هيك، ما قدر هذا الدير أن يكون مع كل المؤسسات البلمندية منارة للبنان والشرق كله سوا. دير سيدة البلمند يفخر بأن يكون هذا الدير العريق الذي يشهد على حضور وثبات المسيحية وحضور وثبات الكنيسة الأنطاكية الأرثوذكسية في هذا الشرق في لبنان. طبعا حضور المؤسسات البلمندية التي نبعت وصدرت من رحم دير سيدة البلمند، مثل ما بنعرف انه دير سيدة البلمند حواليه في الثانوية معهد اللاهوت والجامعة، اللي هن كانوا مصدرون الدير اللي بلشت فيه الإكليريكية بسنة 1880 تقريبا. وعبر الإكليريكية سيدة البلمند صار بعدين في ثانوية سيدة البلمند بسنة 1963 بشكل نظامي من وزارة التربية. بعدين تم إنشاء معهد اللاهوت، هالصرح العريق والذي يخرج الإكليريكيين والكهنة والرهبان والمطارنة للكرسي الأنطاكي المقدس. ومن معهد اللاهوت بدأت فكرة جامعة البلمند مع البطريرك المثلث الذكر والرحمة البطريرك غناطيوس، والتي تستمر الآن بإدارة وتوجيهات البطريرك يوحنا العاشر. وصرنا هون على هالتلي البلمندية مثل ما قلت واحة حياة روحية ومعرفة وعلم تشع لكل العالم. انطلاقا من هذا الحضور على هذه التلي البلمندية، إن كان الدير والمؤسسات البلمندية، ما بنقدر ليا إلا أن نكون خلية نحل تعمل لخير الإنسان وخير المجتمع في هذه المنطقة خاصة، لأنه هذا أقل واجب نقدر نقوم فيه ككنيسة على هالتلي البلمندية، كنيسة أنطاكية موجودين بهذا البلد يعني. فمن هذا المنطلق أطلقنا عدة نشاطات، وأهمها روحية، لأنه الدار هذه يعني رسالته أن يكون إلى جانب الإنسان وأن يعطي للإنسان هيك نفحة قداسة، نفحة رجاء، وأنه يقدر الإنسان يجي على دير سيدة البلمند ويرتاح. فنحن انطلاقا من هذا مثل ما عم قول، الدير دائما مفتوح لكل شخص بيحب يجي يختلي مع نفسه، أو إن كان للخلوات الروحية اللي بيجوا من الرعاية أو من الجمعيات الكشفية أو حركة الشباب الأرثوذكسية أو الرعاية، يعني بشكل خاص بيجوا بيقضوا يومين ثلاثة بالدير بيشاركونا الصلوات والعمل في الدير. وكمان نحن عم نحاول إن نضوي على تراث دير سيدة البلمند وتراث الكنيسة في دير سيدة البلمند وفي المنطقة. وهذا جعلنا أن نعمل متحف
دير سيدة البلمان بتوجيهات وبركة سيدنا البطريرك يوحنا العاشر اللي كان الداعم الأول واللي شدد على أهمية إظهار هذا التراث، لأنه آخر شيء الإنسان اللي ما عنده قديم ما عنده جديد. وتعاوننا مع جامعة البلمان بمركز الآثار علوم الآثار والمتاحف في جامعة البلمان، وتم إنشاء متحف دير سيدة البلمان، هالمتحف اللي هو خطوة أولى نحو متحف أكبر يتوسع فيما بعد إن شاء الله. الله راد هلأ بالمرحلة القادمة سوف يكون في تتم لأله ونعرض فيه أكثر أغراض. وخاصة بحب هون ضوي على أنه دير سيدة البلمان في هو بشكل عام كله سوا كبناء هو متحف حي، يعني لا يمكن حصره بغرفة. فالسائح أو المؤمن أو الشخص اللي عم يزور دير سيدة البلمان عم بيدخل إلى الدير، يزور الدير بكنيسته بكنيسة السيدة بكنيسة مار جرجوس وببعض الأماكن القاعات الأثرية اللي موجودة بالدير، آخر شيء بيختتمه بالمتحف. هون بدي ضوي على معلم كنسي أثري إذا بدي أقول كتير مهم موجود بحقول الدير بالأراضي اللي عنا إياها بمنطقة برغون اللي بتصير على الطريق الأوتوستراد اللي نحن وجايين إلى البلمان، قرية برغون اللي هي قرية متواضعة صغيرة ولكن فيها وقف لدير سيدة البلمان بستان زيتون. بقلب البستان في كنيسة تعود للقرن 12 للقديسة بربارة، وهلأ عم نشتغل مع مركز علوم الآثار والمتاحف بالدير بجامعة البلمان على ترميم هذه الكنيسة ونبش المعطيات الأثرية والتاريخية تبعها. وكمان هون بستغل الفرصة وإني أقول إنه كمان اللي عم يهتم بالترميم هي هبة من الحكومة الهنغارية اللي عم تهتم بتمويل جزء من ترميم هذه الكنيسة، وإن شاء الله قريبا تنتهي أعمال الترميم وسنقوم ترجع الكنيسة ما بشكل كامل طبيعي، ولكن نرجع تفتح أمام الناس أنه يزوروها، ومنقدر أن الله راد بعيد القديسة بربارة نقيم الصلوات فيها بمناسبة عيد القديسة بربارة، وهذا فرح كتير كبير لألنا. هون بدي أقول أنه هذه الكنيسة بضيعة برغون يعني صراحة شخصياً وقت بنزل بزورة بحس بفرح كتير كبير، لأنها تشهد على لبنان التعايش. هذه منطقة فيها خليط ومزيج، ببرغون ما في حاليا ولا عائلة مسيحية، العائلات كلها من إخوتنا الإسلام اللي هن بيعتبروا أنه كنيسة القديسة بربارة أماني برقبتهم، وهذا الشيء كتير مؤثر، وهذا الشيء بيخلينا نفرح بهذا البلد. يعني بدي وجه عبر تيلي لوميير شكر لأهالي برغون اللي حافظوا إلى هذا الوقت ويحافظون على هذا المعلم الديني التاريخي الأثري في لبنان اللي هو عمليا معلم مسيحي، ولكن بيعتبروه مصدر بركة لألون، وكتير منهم بيلجأوا إلى القديسة بربارة وبيصلوا لها وقت عندهم مشاكل وعندهم أمراض. هذا الشيء بيكبر القلب، يعني بيخلينا نشعر قديش هذا البلد حلو لكل طوائفه ومذهبه. طبيعي. رح نختم الحلقة أبونا جورج، ما هي النشاطات اللي هيك ممكن الناس اليوم يتابعوها بين دير سيدة البلمان أو يشاركوا فيها بزمن الصيف؟ نعم، مثل ما قلت بالبداية عندنا هلأ إن الله راد عيد السيدة، لح يكون في 3 أيام 13 و14 و15 عمليا نحن نشاطاتنا رح تكون يوميا. نعم، ب 13 الشهر لح يكون عندنا صلاة البركليسي، آخر بركليسي من قيمة بفترة صوم السيدة، واللي رح ترتلها جوقة القديس كوزما المنشئ من عكار جايين لعنا ببركة سيدنا البطريرك وبإذن المتروبوليت باسيلوس منصور متروبوليت عكار. رح يكونوا موجودين 30 شاب وصبية من أبرشية عكار يخدموا صلاة البركليسي في دار سيدة البلمان، ونكون نحن وياهم عم نرفع الدعاء بآخر بركليسي من صلية بهذا الزمن
الصوم السيدي. ب14 الشهر عندنا صلاة الغروب، غروب الاحتفالي تبع عيد السيدة، ويوم 15 الشهر عندنا القداس الاحتفالي لعيد السيدة، وبعده زياح بأيكونة سيدة البلمن، وبعدها رح يكون في الهريسة، هريسة العيد التقليدية اللي بياكلوها بعيد السيدة، هذه كبركة يعني إن الله راض تتوزع مجانا وناكلها كلنا سوا ببركة السيدة ونعم علينا جميعا بعد القداس إن الله راض بساحة الدار يعني. وعلى رجاء انتظار حضور الزخائر المقدسة ب 22 ل 26، وهيك نشكر الله على هذه البركة أن نعيد عيد رقاد السيدة بنعمة وفرح وسلام من الله رب. في خبرية كمان أبونا جورج لازم يعرفوها المشاهدين والمؤمنين، أنه كمان الدار عم ينتج ألبان وأجبان، يعني كمان إذا الناس فيها تستفيد. نعم، البلمان عندنا إنتاج منتجات زراعية، إن كان من بعض المنتجات الزيت والعصير والزفائر والأجبان والألبان وهالقصص اللي المؤمنين بيقدروا يجوا يستفادوا منها. وصراحة ليا يعني ولو رح نحكيها بهالطريقة البسيطة بأسعار شوي هيك يقدروا هالناس بهالظروف انهم يستفادوا، والكل يعيش بانه يقدر يأمن لقمته بكرامة، يأمن لقمة عيشه. ونحن ايدنا مفتوحة للجميع، وعاد ما بنقدر يعني نكون حد الناس ونساعدهم بنعمة ربنا وليس بقوانا الشخصية، يعني ما لح نقصر، لأنه هيدي أن يكون الإنسان مرتاح لكي يقدر أنه يسبح ربه كمان هو مرتاح. يعني الله يعطينا جميعا أن نكون إيد وحدة ونسند بعضنا. بختام هالحلقة أبونا جورج نحن بدنا نتشكرك على هالمعلومات القيمة وعلى هالدراسة الروحية اليوم اللي فيني أعتبر أنك قدمتها عبر شاشتنا طيل المياه نورسات، على أمل تكون زيارة رفات القديسين يوحنا الذهبي الفام والقديس باندا ليمون تكون زيارة بركة لبلدنا لبنان، للشرق الجريح ولسوريا ولكل هالمنطقة اللي اليوم عم تغلي بتحديات وأزمات كتير كبيرة. كلمتك الختامية. أنا بدي أشكر طيل المياه على كل شيء عم بيقدمه، لأنه صراحة هني رسالتهم حلوة كتير، وهي رسالة يعني رسالة الرجاء والفرح. يعني بدي أتشكرهم لأنه الله راض لح يكونوا عم بيواجبونا بشكل مباشر ب 22 وب 25 آب. بنتشكر الإدارة التالي لوميير، وبنتشكر كل الأشخاص اللي هني جنود مجهولين بتالي لوميير، وبدي أطلب من الرب انه هيك يعطينا كلنا القوة ان ندل خدام امينين لهذه الكنيسة، خدام امينين لهذا البلد اللي بيستحق منا كتير شغلات. الله كمان يحميكم. ابونا اسمح لي اتشكر زملائنا اليوم جورج وجيلبير اللي عم بيواكبوا كمان هيدي الحلقة من دير سيدة البلماند البطريركي، هون دائما كانوا ثابتين بنقل كل الصلوات والقداسات. الله يحميكم، الله يحميكم جميعا، وانتي ليا الله يقويكي ويعطيكي القوة وتدلي هيك بهالهمة. شكرا لك قس الأرشمندريت جورج يعقوب رئيس دير سيدة البلماند الباطريركي على هالحلقة القيمة. مشاهدينا من لؤلؤة الكنيسة الأنطاكية الأرثوذكسية وصلنا نحن وياكم لختام حلقتنا. شكرا لطيب المتابعة، إلى اللقاء.